بدنا نذكر اللبنانيين ان احنا اليوم في اليوم العاشر من الشهر العاشر لأزمة النفايات، واكيد هن مش بحاجة الى تذكير لانه ريحة النفايات ما تزال معبقة في كل بيروت وفي كل تفاصيلها، يعني اللي مارق بالشوارع واللي مارق بالتونيل واللي بيركب سيارته عم بتذكروا الريحة بانه أزمة النفايات ما انحلت. نحن اليوم على أبواب انتخابات بلدية، وهالشي بيطرح قدامنا التساؤل، بلدية بيروت اللي هي أغنى من عدد كبير من الوزارات وأموالها محطوطة في البنوك بالوقت اللي بيروت عم تعاني من كل أنواع المشاكل وعلى رأسها مشكلة النفايات، نحن بدنا نطرح السؤال لأهل بيروت شو كيف تعاملت بلدية بيروت مع موضوع النفايات اللي ما همها لا صحتكم ولا صحة أولادكم ولا همها الروائح اللي صاركم عشر أشهر عم تتنشأوها، ولا أخذت ولا أي إجراء للتعامل مع هالمشكلة ولا حلها، وتركت هالملف بإيد المافيات على مستوى السلطة السياسية تتناقلوا من صفقة إلى صفقة وصولا للوضع المتأزم نحن فيه اليوم.